النهار مساء الياسمين، مكملين معاكم حلقتنا عن الجواز والافراح، والنهارده عاملين في الاستوديو فرح، حلقه خاصه جدا عن اغاني الافراح الريفيه. ومعايا في الاستوديو ضيوفي الحاجه نوره صبحي. مساء الفل يا حاجه نوره. مساء الفل يا حبيبي. ومعايا الحلوات الحاجه نبويه، ولا مش حاجه، الست نبويه. يا عجبك اللي انت تمري بيه. نقول حاجه بقى يمكن تكون بشره خير. يا رب. ومعايا الست انتصار منورنا حضرتك، منورنا النهارده بجد. الله يخليك، انت اللي منوره. قولوا لي، انتوا بتروحوا افراح فعلا ولا الاغاني دي للحنه بس؟ لا، بنروح افراح للحنه وبنروح افراح للتنجيد وبنروح افراح شعبي. بس بتطلبوا اكتر في التنجيد؟ لا، في الفلاحي الحنه، الدخله، كتب كتاب، التنجيد كده. انما مش طالعه موضه اليومين دول انه حتى في الافراح اللي هنا في القاهره. أيوة. مش في افراح الريف الناس بيطلبوكم؟ اه، في الريف وفي الصعيد وفي مصر وفي كل حته. طب انا عايزه النهارده اكتر ما نتكلم نغني، قولي اكتر اغنيه بتطلب منك ايه؟ دوسي يا العروسه على البوصات ودوسي، دوسي يا العروسه عالبوصات ودوسي، دوسي يا العروسة عالبوصات ودوسي، دوسي يا العروسة عالبوصات ودوسي. اهي جت عروستنا ورنت غوشيتها، فرحت ابوها ورقصت عميتها، رقص العريس وقال حلالي يا فلوسي، دوسي يا العروسة على البوصات ودوسي، دوسي يا العروسة على البوصات ودوسي. اهي جت عروستنا وهي لابسه البامبي، شفاعه العروسة على البوصات ودوسي، دوسي العروسة على البوصات ودوسي. اهي جت عروستنا وهي جوه الكوشة، فستانها الابيض بالورد منقوشة، رقص العريس وقال حلالي يا فلوسي، يا العروسة على البوصات ودوسي، يا العروسة على البوصات ودوسي. اهي جت عروستنا على البرسيم، جت عروستنا على البرسيم الاخضر، فستانها البمبي على الارض البرسيم
اللي عايز يديها المحفظه بس لا. هنرجع نتكلم على الاغاني بتاعت الام العروسه وام العريس بس بعد الفاصل. خليكم معانا مكملين الفرح بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا او خلينا نقول مكملين الفرح مع الحاجه نوره الصبحي وفرقتها. حاجه نوره، نعم، الاغاني كلها ها يعني كل اللي انت غنيتيهولي حتى في الفاصل للعريس، اغاني كلها للعريس وللعروسه
بس الاغلبيه الاكتر للعريس ولا للعروسه؟ بيبقى للعريس ساعات في الفرح بيبقى عند العريس. ها. بنروح عند العريس هو بيعمل على حسب اللي دافع. لا 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 لما بيكون الفرح عند العريس بنغني على العريس، عند العروسه بنغني للعروسه. هو الفرح ساعات يبقى عند العريس وساعات عند العروسه. ساعات الحنه بتاعته يعملها او كاتب كتابه هو بعد ما يكتب الكتاب يعمل عنده. انا عارفه ان الحنه بتبقى عند العروسه. الحنه دي لوحديها، الحنه بتبقى عند العروس، انما لما العريس بقى بيحب يعمل شغل عنده هو غير خلاف العروس ويكتب الكتاب ولا حاجه وبتبقى الحنه مثلا كانت بتطبوا حنه عند العريس، بتبقى العروسه في بيت ابوها والعريس موجود بنغني له على كتب الكتاب. ولما بتغنوا للعريس مين اللي بيبقى قاعد بقى؟ ام العريس كل واهله؟ كل امم. وبيبقوا قاعدين ستات ورجاله ولا ستات بس؟ ستات ورجاله بس بيعملوا فاصل بقى لو في حريم يعني بيخلوا ايه؟ الفراشه بتبقى الرجاله كده والحريم كده بس الحريم بترقص. لا بيرقصوا على الشغل. وانا قدامه. وفي التنجيد بيبقى عند العروسه. بيبقى عند العروسه هو. مفيش تنجيد دلوقتي بقى كله هو المراتب اللي كده، بس المهم ان اسمه تنجيد. مفيش مره ام العريس زعلت من الاغاني الكتير بتاعت اداها المحفظه واداها الفلوس لا كلها؟ لا 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 يقوموا يرقصوا ام العريس ام العروسه. حصلش مره ان ام العريس عملت لا مشكله؟ لا البنات بقى معايا بيروحوا داخلين عليهم يقوموا يرقصوا لما شوف حتى العريس والعروسه بيقوموا يرقصوا. بترقصوا ام العروسه وام العريس؟ ايوه. ما حصلش في مره ام العريس كانت مقتمه كده ولا بتعمل؟ لا 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 برنامج جو كده حلو. لا 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 ما حصلش. احنا بنروح عند ناس دمها خفيف كده. طب الناس اللي بتروحوا لهم اللي دمهم خفيف دول ما تروحوش ساعات في فنادق؟ بنروح. بيطلبوكوا في فنادق؟ بيطلبونا. وبتعملوا ايه؟ بتقدموا نفس الفقره دي في يعني؟ في لا في شعبي بنقوله اغاني شعبيه يعني بنغنيها. في ناس بتطلب شعبي بس اللي قدامك عايز المجال اللي ايه؟ الرقص وكده وبتاع اللي بيرقص. فبنقول اغنيه زي مثلا دورت عليك ولقيتك من بعد الصبر سنين يا حبيبي القلب يا ريتك ترحم ايده بالعشين يا حبيبي القلب يا ريتك ترحم ايده بالعشين. ويطلبوا نجاح ويطلبوا ام كلثوم ويطلبوا كل حاجه وتغنوا لهم كل اللي هم عايزينه. بنعمله اللي هم عايزينه انا بقوله. طب في اغاني ريفي بتاعت بحري وفي اغاني صعيدي؟ في اغاني صعيدي. قولي لي زي ايه؟ دي الصعيده مثلا يا مدج الدج دي يا مدج عراس عراس تبول وخلي اللي يقول يا باي خلي اللي يقول يقول خلي يقول يقول يا باي خلي اللي يقول يقول يا باي باي يا باي. احنا شغل السعيد. ده شغل السعيد. في شغل للسعيد وفي شغل البحر. في شغل للحنه وشغل للتنجيد وشغل للفرح. ولا هو كله بيتغنى مع بعض؟ لا كل حاجه. نقول لك مثلا على التنجيد يقول لك يا منجد علي المرتبان عروستنا حلوه مؤدبان طولها يا بنات فرقولها الشربات فرقولها يا بنات ام العريس يلا تهني الليلة ام العريس يلا تهني الليلة الحبايب كلهم هنا والعيلة ام العروسة تهني الليلة يا ام العروسة ايه تهني الليلة ام العروسة ايه
ده زوروهم الحسين زوروهم الحسين يكفيهم شر العين زوروهم الحسين زوروهم الحسين زوروهم الحسين دي التنجيد. انت بصيت لها حته بصه وانت بتغني عشان اتلخبطت. لا معلش لا انا ما بصيتش صح خدت انا بالي. قولي لي انتوا عملتوا الفرقه دي امتى وازاي؟ انا والله كنت يعني كنت في فرح شعبي معايا الفرقه الشعبيه بقى ربابه وكمانجه ومزمار وكده. ساعات بتتكلم مننا الافراح دي ربابه ومزمار وكده او كمانجه بس في الصعايده بيحبوا الرباب يبقى رباب ومزمار وطبل بلدي وطبال ودهلاجي وطواري لا انت بدأتي امتى حاجة نوع؟ انا بدأت في المنى دي وانا عندي 9 سنين. كانت والدة حضرتك مثلا بتغني ولا؟ والدتي كانت فنانة كانت بتغني برضه وعمتي كانت فنانة طيب الأسرة كلها بس اللي خلاني شربت الفن واخويا كان كمانجاتي بس احنا الثلاثة اللي وانت اكتشفتي ان صوتك حلو لا انا كنت ما بروح وانا صغيرة كنت بروح مع عمتي الافراح يعني والحاجة خضرة حاجة خضرة محمد خضر طبعا طبعا فقعدت سمعتني وانا قاعدة بدندن كده رحت قالت لي تعالي وانت عندك 9 سنين 9 سنين قالت لي تعالي صوتك جميل وهتبقي معايا وخدتك معايا خدتني الحاجة خضرة البيت كان جنب البيت ما كانتش بتخليني اشوف امي من الشغل كان شغل كنت تلفوا على الأفراح. على طول بقى في كل حته الصعيد مصر اسكندريه منصوره ما كانتش تفتكري اول اغنيه غنيتيها كانت ايه؟ غنيت يا جنايني وردك على غصنه في الروضه اشكال والوان يا جنايني وردك على غصنه في الروضة أشكال وألوان يتباهى بجماله وحسنه مين زيه مين زيه مين زيه ساحر فتان فهي بقى دي كانت أول أغنية ده حتة صغيرة طلعتني يعني عشان قدام الجمهور طب بما إن أنت لفيتي المحافظات كلها من وأنت صغيرة الإسكندرانية بيحبوا إيه؟ الإسكندرانية بيحبوا الفلاحي بيحبوا الفلاحي برضه لأن كنت في مسرح محمد عبد الوهاب في تبع البالون انا موظفه في البالون في مسرح تبع البالون بالفرقه الشعبيه بتاعه البالون ايوه كنا شغالين شهر 30 يوم هناك كانوا يعشقوا الشعبي انما افراح في تبع الحنه او حاجه ده كانت ناس من بره انما هناك السميعه بفتر الاغاني بتاعت زمان سعد بدر السيد بقى الله يرحمه يحبوا الشعبي بقى يسمعوا المواويل يسمعوا الاغنيه ادي المسرح اللي ما كنا فيه جمهور بقى كتير حافظه حاجه البدرية السيد ايه على ذوقك كده طلعت فوق السطوح اندعى على طيري لقيت طيري بيشرب من انا غيري زعلت من عزمي ما في وقلت يا طيري قال لي زمانك مضى دور على غيري بس بديه السيد بقى انا بقى لي يومين ما نمتش على فكره لا بس زي الفل صوتك اهو زي الفل بديه السيد كان عليها حنجره عسل صحيح انا ما شفتهاش شفتها وهي بتغني في التلفزيون جايبينها كان في فيلم فيه مش عارف لكن ما قابلتيهاش ابدا لا وبعدين قولي لي عملتي الفرقه ازاي بقى مع انتصار انا معايا بنات تاني برضه يعني لما اكون واحده مش فاضيه لا يعني امتى اسست ايوه انا عملت الفرقه ديت من لما نزلت الشغل على اليوتيوب من كام انا بقالي بتاع ده من قريب مش من بعيد لا من كتير عامله شغل قبل كده بقالي كام 5 سنين بقالي 5 سنين عاملاه كنت بشتغل في الافراح الشعبي الاول ما كانش في دماغي الفلاحي ده هو ايه الفرق بين الشعبي والفلاحي؟ لا الفلاح الشعبي مثلا بتطلعي في سميعه قاعده عايزين نسمع موال على الصاحب تروحي قايله مثلا يا ليلي يا ليلي يا ليلي قال لي يا صاحب عشرته والزمان خوان في الفرح صاحبي ولكن في شدتي خوان انت بيه قليل التنى زي الزمان خوان يشوفني يهرب فاكرني حمدله ايدي وهو ياما اخد مني ومن ايدي اصيل وطبعي كده
ممد يوم ايدي بالملح اكل لقمتي ولا مداش لجبن. الناس السميعة بتاع الشعبي كانوا بيسمعوا المواويل دي، يحبوا الحاجات دي المواويل. لو رحت بلد للبلد دي تاني وقلت نفس المواويل يقول لك لا احنا سامعينه امبارح غيرنا. اه ده حافظين سميعة. دلوقتي ما فيش سميعة. طب انت تحبي تسمعي شعبي لمين؟ انا بحب اسمع شعبي الحاجة خضرة دي استاذتي، هي اللي علمتني وقفتني على مصر. مين من الرجالة؟ في رجالة بتغني بتقلد يوسف شتا الفنانين الشعبيين. في واحد اسمه زكي الأشموني فنان حلو شاطر برضه بيقول الموال، وفي محمد شحات، وعندنا برضه احنا فنانين شعبيين كتير. مش حافظه حاجه لمحمد طه؟ لا بقول لك استنى احفظ لك حاجه، هقول لك حاجه عليه. عالترع القبليه قابلتني صبيه شغلتني بجمالها يا عيني ولا سالت عليا قلبي مال إليها وشاور عليها من نظرة عينيها بن الحسن ليا عالترع القبلية قابلتني صبية شغلتني بجمالها يا عيني ولا سألت عليا. طب انتي شوفي كل الأغاني اللي غنيتيها أنا عارفاها طشاش كده، بس احنا بقى هنا في القاهرة في كام اغنيه من اغاني الافراح الريفي هما اللي معلقين معانا، يلي على الترعه واهو جالك يا بت، وهقول لك في خدها ونزلت يا ايوه يا واد يا ولع. ايوه يا واد يا ولع. ايوه يا واد يا ولع. هي دي اكتر الاغاني اللي بيحبوها قوي، اللي بيحبوها اي الشغل الفلاحي كله اللي بنقوله. ما تقول لنا حاجه من الحاجات اللي احنا القاهريين حافظينها. ايوه يا واد يا ولع. الكلمات بتاعت الاغاني دي والله خالص، يعني اول مره اعرف ان هو حلف يمين ثلاثه ما هي نازله الترع. انا عارفه ان هو البحر كمان. انا عارفه ان هو خدها ونزلوا الترع. لا حلف يمين بالثلاثه ما هي نازله الترع، هو بقى صمم كده دماغه كده طلعوا ما نزلوش الترع. لا انا بقى عارفه انه زي ما في اغاني افراح عارفه ان انت بتغني كمان اغاني للحج. ايوه الاغاني دي بيبقى للي طالع الحج ولا بعد ما بيرجع تستقبلوه؟ لا هم بيكونوا. انا كان ديك النهار واحده اتصلت عليا يعني ايام كان طلعت الحج الاولانيه وهي راح الحج قالت لي انا هنزل كذا وعايزاكي تيجي اعملي لي ليله الحج. هي في ليله اسمها ليله الحج. رحله الحج. ما هي ليله الحج دي بتبقى قبل ما بيطلعوا ولا بعد ما بيرجعوا؟ لا لما بيرجعوا وفي قبل ما يطلعوا بتغني لهم فيها. بتقول حاجه إيه؟ يا حاجه يا حاجة يا حاجة يا مش القطيفة رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. يا حاجة يا حاجة يا مش القطيفة رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. يا بابور السفر يا ابو درع حديدي لك نصك ورشك يا واخد حبيبي. يا حاجة يا حاجة يا مش القطيفة رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة.
باجور السفر هدي شويه، عايز الحجه الغاليه تسلم عليا. يا ام شلقة طيفة رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة قدام باب النبي، بنياتي غني تمدح في ذكر النبي والعاشق يصلي. يا حاجة يا ام شلقة طيفة رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة ويا بيري زمزم سلامك سلاسل والشربة منك والله دواء للمسافر. أنا عايز أقعد معاكم للصبح كده نغني خدمين. بس الوقت سرقنا، فأنا عايزة أختم معاكم بأغنية أنا عارفة إن أنتي بتغنيها، أغنية حلوة. مصر يا غالي، مصر يا غالي، نغني لمصر. مصر يا غالية يا أم الدنيا، يا أم الدنيا حبيبتي يا مصر. مصر يا غالية يا أم الدنيا، يا أم الدنيا حبيبتي يا مصر، حبيبتي يا مصر، حبيبتي يا مصر. مصر يا غالية يا أم الدنيا، يا أم الدنيا حبيبتي يا مصر. مصر يا غالية يا أم الدنيا، يا أم الدنيا حبيبتي يا مصر، حبيبتي يا مصر. أضحي بعمري وأفديكي بحياتي يعوض ماضيكي يا بلدي اللي أتي، أدعي لك وأسبح في كل صلاتي، أدعي لك وأسبح في كل صلاتي، أنتي عندي أغلى من روحي وحياتي، أدعي لك وأسبح كل صلاتي، أنتي عندي أغلى من روحي وحياتي. بلدي بلد الحضارة، بلدي بلد المغارة، بلدي بلد الحضارة، بلدي بلد المغارة، بلدي بلد الحضارة، بلدي بلد المغارة، حبيبتي يا بلدي يا حبي الوحيد، يا سهول البحيرة من جوع الصعيد. حبيبتي يا بلدي يا حبي الوحيد، يا سهول البحيرة من جوع الصعيد. حبيبتي يا بلدي يا حبي الوحيد، يا دعور البحيرة من سهول الصعيد. بلدي بلد المهارة، يا أخي بلدي بلد الحضارة، بلدي بلد المهارة، بلدي بلد الحضارة، بلدي يا بلدي. مصر يا غالي يا أم الدنيا، أم الدنيا حبيبتي يا مصر. مصر يا غالي يا أم الدنيا، أم الدنيا حبيبتي يا مصر. الله عليك حاجة نورة، نورتينا، ربنا يبارك لك، ونورتينا يا نبوية، ونورتينا يا انتصار، ويا رب ايامكم دايما كلها يا رب كلها افراح، يا رب يجعل ايامكم كلها افراح يا رب، امين حبيبة قلبي، يا رب يجعل ايامنا كلها يا رب. افراح. خليكم معانا بعد الفاصل. مكملين معاكم حلقتنا عن الجواز والأفراح، ومعايا في الاستوديو ضيفتي المأذونة وسام أبو حسين.
يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا وسام. مساء النور. انا مستغربه خالص ان انا شايفه مأذونه. لا عادي، انا اول مره في حياتي اشوف مأذونه. لا عادي. انا عارفه انه اظن في 2009 عينت اول مأذونه في تاريخ مصر تقريبا. مظبوط؟ صح. يعني انت ما بقالكيش كتير. لا لسه قريب من 2017. من 2017. يعني لازم اسالك الاول، ايه اللي خلاكي تفكري تشتغلي مأذونه؟ هي جت هو طبعا كنت معجبه قوي اول ما شفت تعيين اول مأذونه. كنت منبهره قوي يعني طبعًا. انا فاكره الموقف كده، بس ما تخيلتش ان انا في يوم من الايام كده بقى مأذونه. بس كنت بشوف دكتوره امل كانت في لقاء تلفزيوني، اتفاجئت زي اي حد كده. دكتور امل اللي هي اول مأذونه في تاريخ مصر. اول مأذونه في مصر يعني. فكنت سعيده قوي ان يعني اول مأذونه في الوطن العربي كمان، يعني مش في مصر بس لوحدها يعني. فكان الموضوع جميل قوي. جاء احنا طبعا عشان المأذون يتعين، هو بيبقى مأذون بس في المنطقه يعني. ما فيش في دايره المأذونيه، هو بيكون مأذون بس، ما فيش مأذونين. فالمأذون توفى. مأذون واحد بس يعني، ما ينفعش يكون مأذونين. ما ينفعش يكون مأذونين. فتوفى المأذون. لقيت كتير من قرايبي من صحابي، مش انت شيخه؟ انا دارسه خريجه جامعه الازهر. طب ما تقدمي. هو ايه الشروط؟ الشروط لازم يكون خريج احدى كليات جامعه الازهر. ايوه. او دارس قانون بس. بس ايه ده؟ بس كده؟ بس كده. يعني لو حد خريج ازهر ودارس قانون اي كليه، مش شرط بقى، مش شرط، ممكن طب، ممكن هندسه، ممكن صيدله. تجاره، علوم، شريعه، دراسات اسلاميه، دراسات انسانيه، اي كليه من كليات جامعه الازهر يحق له ان هو يكون مأذون. فقدمتي بعد بابا ما قال لي يعني. كل الناس، باباكي اللي قال لك؟ بابا اللي يعني كل الناس كلموني، بس انا ما عادي. عادي. ما لما لقيت بابا بيقول لي، انا كنت رافضه ان انا اشتغل اي شغل، مش بحب اشتغل شغل نظامي. اللي هو من الصبح لغايه الساعه 2، لا مش بحب كده يعني. لقيت بابا بيقول لي مش عايزه وظيفه يعني. لا مش بحب، لا اعمال حره، اشتغل في اي عمل حر، انما وظيفه لا. لقيت بابا بيقول لي تقدمي في المأذونيه. فعجبتني الفكره قوي لما طلعت من بق بابا. اي حد تاني كنت بسمعه عادي يعني. عادي ممكن يكون بيجي بابا يعني. ده تصريح خلاص. لا ورغبه. هو حبيب كده. فقلت له اوكي نقدم. وقدمتي؟ وقدمت. وقبلتي؟ بس قريت اللائحه الاول. قريت اللائحه. ايه اللي قلقك في اللائحه بالامانه اول حاجه يعني؟ قلقتك؟ لا خالص، مفيش اي حاجه. لقيتي ان الست تنفع مأذونه؟ مفيش اي مشكله. مفيش ما يمنع. في مأذونه قبل كده؟ كان في مأذونه. اول كاتب كتاب؟ اول كاتب كتاب. اول مره؟ اول مره. انا بس عايزه اسال قبل ما اسالك على اول كاتب كتاب، ايه اللي يخلي حد يطلب مأذونه مش مأذون؟ لا هو بقى مش بمزاجه. امال؟ لا ده هو محل اقامته، محل اقامتها كذا، يبقى لازم المأذون كذا هو اللي يكتب لها. ايه ده؟ يعني انا لو ساكنه مثلا في القاهره الجديده ما ينفعش يكتب كتابي مأذون من اكتوبر؟ لا لازم انتداب من رئيس المحكمه التابعه ليها. يا خبر ابيض. دي طبعًا. شغلانه. طبعا. يعني هم جم اول مره مرغمين. طب احكي لي بقى حصل ايه؟ يعني اتفاجئوا مثلا ان انت مأذونه ولا؟ طبعا مفاجاه. ما كانوش يعرفوا اصلا. انا مقدم معايا رجاله كتير. وكلهم اساتذه. يعني طبعا واحده ست هي اللي تفوز بيها بحكم القانون واللائحه، مش بمزاج حد. انطبقت اللائحه عليا فكنت انا المأذونه. طب احكي لي عن اول كاتب كتاب. اول كاتب كتاب ده كان طبعا كان حاجه صعبه بالنسبه لي. طبعا متماسكه لان الموضوع مش هين يعني. انا بحلل الاثنين لبعض. يعني اثنين غرب عن بعض خالص، ما بتجمعهمش قرابه. ممكن مره واحده بيكونوا واحد درجه قرابه من الدرجه الاولى، اللي هي الدرجه الاولى الاب والام، الجد الجده، الاولاد، دي الدرجه الاولى. انا في اثنين بخليهم مع بعض درجه اولى. فالموضوع مش سهل يعني. لا طبعا نفسيا مش سهل. بس بقى قولي لي، العروسه تمسكت؟ العروسه والعريس كانوا عارفين قبلها ولا؟ طبعا ما الدنيا كلها. طب المعازيم؟ والمعازيم رد فعلهم ايه؟
طبعا كله بيتفرج يعني مأذونة. ولحد دلوقتي لسه كده يعني لسه لما بتكتبي كتاب المعازيم بيبقوا مأذونين؟ لما يكون غريب بقى لسه العريس من منطقة تانية فبيتفاجئوا ان في مأذونة بيبقى رد الفعل ممتع شوية على فكرة. طب بالأمانة اتدربتي في البيت قبلها؟ لا حقيقي لا. ورحتي كده اهو؟ اول مرة بس كانت صعبة شوية. يعني انا تمسكت قدام الناس وكتبت لخبطتيش طبعا. انا قلبي كان بيرجف طبعًا. من جوه لازم يبقى عندي يعني ثبات عشان اظهر بمظهر لائق. يعني جينا بقى للصيغه دي كانت اصعب حاجه. يعني اصعب لقطه بتقولي في الميكروفون الصيغه وهم الصيغه. انا بالامانه كان في بيت ولا كان في قاعه؟ لا في قاعه. انا عامله قاعه خاصه بيا انا للاشهار عشان الخروج هيكون صعب يعني شويه. يعني ان انا اروح وشايفاها الطف يعني انا جاهز مكتب يكون لائق بالعرسان. ايوه. فكان في القاعه عندي طبعا انا المنديل اتحط وبداوا مسكوا ايد بعض وكده. انا ما انساش الموقف ده في حياتي. يعني انا ما حسيتش برجلي يعني رجلي ما حسيتش بيها خالص. وقلت الصيغه الحمد لله وعدت. وقال وراكي وقال ورايا. وعدت. خدت المنديل؟ ما خدتش المنديل. هما بياخدوه بيخطفوه. هما بيخطفوا بيخطفوا المنديل. ما حصلش في مره انه حد رفض قال لا مش هي؟ لا لا خالص نهائي. ما حصلتش؟ لا 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 ولا مره ولا مره. طب قولي لي انت متجوزه ولا مش متجوزه؟ لازم؟ لا مش لازم ده سؤال اختياري مش عندي اجباري. عندي خمسة. عندك خمس اولاد؟ ابني كبير مهندس ما شاء الله. ما شاء الله. ايوه. بس لا يعني لو مأذونة مش متزوجة ينفع تكتب كتاب نفسها؟ لا طبعا ما ينفعش. ولا مأذون يكتب لها؟ ايه ده امال ده تعمل ايه؟ ما دي ورطة كبيرة قوي بالنسبة للمأذونة. تعمل ايه المأذونة؟ لا تجوز نفسها ولا مأذون تاني يجوزها الا بتصريح محكمة. لازم رئيس المحكمة ينتدب لها مأذون. متخيلة؟ يعني المأذون لما يجي يتجوز أمره سهل جدا. ليه؟ لأن بتكون محل إقامة الزوجة العروسة عند مأذون تاني غيره. إنما هي أنا بالنسبة لي أنا يعني أنا مأذونة دست الأشراف. المأذونية بتاعتي اسمها كده. يعني لقبي يقولوا مأذونة الأشراف نسبة للمكان اللي أنا بشتغل فيه. ما ينفعش مأذون يجوزها لأن محل إقامتها دست الأشراف وأنا المأذونة بتاعت دست الأشراف. فلازم يقدم تصريح لرئيس المحكمة التابع لي المأذونة. تقول أنت دب لي مأذون عشان يعقد زواجي. والمأذون الراجل؟ طب ما هي هتبقى نفس المشكلة. ليه بتقولي لي لو الراجل؟ لا الزوجة بقى ممكن تكون في محل إقامة غير المأذونية بتاعته. بس لو في نفس البلد هيبقى في يعني لو محل اقامتها زي ما عايزه لازم انتداب مأذون تاني هتبقى بقى. نفس المشكله. طب قولي لي اغرب حالات الجواز اللي اتمتيها؟ ممكن ما يعني جوازات اللي باظت مثلا يعني ما اعرفش انا. انت بقى قولي لي الغريب ايه. لا ممكن يكونوا راضيين على بعض يتفاجئوا لما بنسال. إيه ده؟ يعني لا يعني ايه يعني ايه ازاي يتفاجئوا؟ ما كانوش يعرفوا. ازاي ما كانوش وعرفوا ازاي؟ عرفوا كده بالصدفه يعني. عرفوا وانتوا بتكتبوا الكتاب؟ ما بنسال يعني بنسال على سبيل المزحه. على سبيل الاستفسار. بتسالي وانتي بتعقدي؟ بنسال اسئله كتيره طبعا. من ضمنها ايه بس؟ او بسال انت موافقه؟ انت موافق؟ بس كان الاغرب 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 عريس جاي لي زعلان قوي. ليه؟ شكله بيتجوز غصب عنه. الله. مضطر دايما يعني المفروض العروسه هي اللي ممكن تبقى مضطر. وده كان مضطر كئيب قوي. كان عريس كئيب. كان مضطر فعلا ولا انت ولا ده تكهنك انت؟ لا 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 هو كان لما انا سالت استفسرت يعني اول حاله تجيني بالطريقه دي يعني. عريس زعلان. فوجئت ان هو كان متزوج وزوجته توفت. فهم غاصبين عليه اتجوزت ممكن بقى يعني. وجوزتيه؟ بس العروسه كانت فرحانه قوي ومبسوطه قوي انت نحستي للعروسه لقيتي الست فرحانه جوزتيها ومتقبله. طب لا رجعيني تاني الموضوع اللي قلت لي ايه يطلعوا اخوات في الرضاعه؟ رضاعين اكتر رضعوا فتره طويله يعني. ايوه يعني السؤال ايه بس؟ عشان اللي متراجعوا علينا مع بعض اصل ايه لقيتهم يتفادوا المشكله. لقيت السن واحد تقريبا.
وجيران او بينهم وبين بعض اعتقد حاجه بسيطه يعني شهور بسيطه يعني فبيقولوا ده متربيين مع بعض دول ناشئين مع بعض طب قلت لهم طب بالمناسبه وراضيين مع بعض قالوا اه فرحت واقفه طب هم يعني مش عارفين ان هم لا مش لا في ناس مش تعرف يعني مش عارفين ورد فعل عروسها كان ايه ده كانت يعني؟ بقى رد فعل ما ممكن صدمه ده انا اتصدمت اهو انا اتصدمت يا وسام طبعا ما اتجوزوش لا ما برغبتهم بقى بس ما اتجوزوش طبعا لازم ان انا اوعيهم وافهمهم ها لازم بقى يشوفوا يروحوا دار الافتاء ويسالوا في الموضوع ده يشوفوا هم يعني هم بيقولوا رضعوا كتير طب يا جماعه رضعه طب لا كتير 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 طب في دي من الجوازات المؤلمه أنا بقى من العقود اللي هي كوميديا سوداء طب قولي لي بس اتجوزت بعد كده انت اللي كتبتي كتابها برضه ما لازم انا اللي اكتب الكتاب ما فيش مفر طب قولي لي بتقولي ابنك ما شاء الله مهندس هتكتبي كتاب وانت لا ما ينفعش اكتب كتاب ما ينفعش لانه ليه؟ ابني لا لو واخد عروسه لو واخد عروسه من بره لا ما ينفعش اكتب لابني لبنتي لوالدي ده شروط كتيره قوي ما ينفعش طبعا اكتب لنفسي ما ينفعش طب يعني انا ايه احنا بقى لنا كام حلقه بس ممكن اكتب لك انت لا انا خلاص حرمت احنا بقى لنا كام حلقه بنتكلم عن الجواز والافراح مش عايزه اتكلم على حاجه سلبيه بس لازم اسالك على الطلاق بتقبلي تطلقي ولا ما بتحبيش انا تقريبا امبارح بس كل الاعداد ما يكلمني عندكم يلاقيني في حاله طلاق امبارح واول امبارح طلقات ثلاث حالات طلاق احنا في موسم جواز يعني بين العيد الصغير والعيد الكبير بيبقى ليه موسم في مواسم للطلاق لا مفيش مواسم للطلاق امال هو زاد طلاق زاد طلاق كتير دلوقتي وعلى مختلف الاعمار واسباب كتيره جدا طب ما بتنصحيهمش يعني بنقعد بنحاول بنحاول كم مره مثلا يعني بالتقريب كم مره القعده جابت نتيجه وحصل صلح هو في مره فضلنا حوالي 3 4 شهور في ان احنا نوفق ما بين زوج وزوجه بس نجحت الحمد لله 3 4 شهور واصطلحوا ونجحنا هم كانوا عايزين بعض بس المشكله في الاهل يعني الاهل غير متقبلين بعض الام مش عايزه الزوج ام الزوجه مش عايزه الزوج دي بتحصل كتير يعني المهم انهم اصطلحوا اصل انا عايزه اختم بحاجه مبهجه كده زي ما بدانا بحاجه مبهجه نختم لا اصطلحوا بالمبهج بس في حالات لازم يتطلقوا يعني حرصا على سلامه الجميع لازم نتمم الطلاق ما ينفعش ان انا نضغط عليهم يعيشوا مع بعض حرصا على سلامه الجميع دي معناها ان الدنيا ولعة خالص خلينا في الجواز وفي الحاجات المبهجه وواحده من الحاجات المبهجه ان انا شايفه النهارده مأذونه وسام انت نورتينا ميرسي جدا وانستينا ميرسي قوي واحنا وصلنا لختام حلقه النهارده وان شاء الله مكملين معاكم الحلقه الجايه مفاجاه جديده